النهارده يعني العالم الجليل الشيخ مبروك عطيه، وهو يعني الحقيقه انا ممتن لهذا الرجل لانه رجل الدين الذي يشتبك مع الواقع طول الوقت وبيقول رايه طول الوقت ويتحمل حتى الخلاف الخشن معه. لكن هو النهارده قال كان في لايف وقال انه الفيسبوك وتويتر مذكورين في القران. طب حتى نوثق ذلك خلينا نسمع ما قاله شيخنا الجليل الدكتور مبروك عطيه. الآية 83 من سورة النساء، سورة النساء الفاتحة، حد قال لكم إنها آية ذكرت النت والفيس؟ النت الهت البت الشت والفيسة هيسة موجودين في سورة النساء في الآية 83. يا نهار، النت في القرآن؟ وإحنا حفظنا غير الحسد في القرآن والسحر في القرآن؟ إحنا تدبرنا القرآن يا أمة القرآن؟ طيب هنا الإشارة واضحة جدا، وأنا خوفا خوفا أحيانا على الدكتور مبروك عطية، لأنه بعض الناس بيجتزئوا الكلام ويقول لك شفت الدكتور مبروك عطية بيقول الفيسبوك موجود في القرآن. معي ومع حضراتكم العالم الجليل الدكتور مبروك عطية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور محمد. يعني لا تكف عن إدهاشنا ولا تكف عن الاشتباك اللي بيجلب عليك اشتباك خشن طول ربنا الوقت، ينفع بس. أدام الله بقاءك وعطائك يا دكتور. وإياك. طيب إيه حكاية بقى الفيسبوك اللي ورد في القرآن دي؟ شوف يا دكتور محمد، اتفضل. يا ريت نضيع يعني نص جهدنا في الكلام الفارغ في فهم القرآن الكريم. تمام. والعنوان الجانبي اللي مش كبير قوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا، كيف يذكر الشيء في القرآن الكريم؟ والإجابة إما أن يذكر بلفظه كقوله تعالى ادخلوا مصر، يبقى دي مصر اهي، صحيح، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ما المراد بالأرض؟ مصر. يبقى إما أن يذكر الشيء بلفظه وإما أن يذكر بسياقه. وقد أشارت الآية 83 من سورة النساء إلى النت والهت والشت والفيسة بيسة والإنستجرام والواتس أم والواتس أب وكل وسائل الإذاعة، لقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هيذيعوه عن طريق إيه؟ عن طريق يعني كل المستحدثات بقى في كل العصور، يعني كل عصر كده. ادي الهوجة، ادي الهوجة اللي احنا فيها. يعني اذا تثبتوا مراد ربنا سبحانه وتعالى، والله اعلم بمراده، ان يتثبت المذيع. ايوه، ما هو الخبر الذي انا كلمت حضرتك ليه بقى؟ لانه لما حضرتك قلت انه الآية تقول انه الفيس ده والنت ده هي يعني أدوات لإذاعة ما يصل إلى الناس، بالظبط. الضوابط بقى، الضوابط الشرعية لإذاعة ما يصل إلي على الناس إيه؟ هو ده السؤال. طيب اتفضل. الضوابط الشرعية لإذاعة شيء ما، لإذاعة شيء يعني بالإضافة، لإذاعة شيء ما، ألا يترتب على هذا الشيء المذاع فتنة، ألا يترتب عليه ارتكاب محظور، ألا ينشر العاطل على الباطل. يعني لا بأس أن تنشر مادة علمية موثقة، لا بأس أن تنشر مادة علمية عن عالم زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن المرحوم طه حسين، لا بأس أن تقدم للناس تجربتك خبراتك، لكن إذاعة أخبار الدولة والتشويش
وإثارة الفتن دون تثبت من الأخبار أو يوميات فلان أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول أم فلانة في حياتها اليومية بتعمل الكوسة إزاي وبتنظف كم ملاية وبتشيل الملاية، كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز. كان المنافقون يا دكتور محمد في المدينة يذيعون أخبار السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إليه، وفي ذلك خطر يهدد أمن المجتمع كما يحدث الآن في قنوات حضرتك أدرى مني بيها، الخارجية والداخلية، وفهم كلام الرئيس. يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، الرئيس من يوم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه حوصروا 3 سنوات وكان جبريل ينزله في شاب أبي طالب، ولم يطلب أحد من جبريل إنه يفجر الأنهار من تحتهم أو ينزل عليهم مائدة من السماء. صحيح. ولم يجدوا شيئا يأكلونه فأكلوا أوراق الشجر، وهذا صحيح. انظر كيف تناقلتها إحدى المحطات الفضائية، السيسي ينذر الشعب بأكل ورق الشجر. ده ذمتك إذاعة لمفهوم، هل فهمت؟ الذي يريد أن يؤكده رئيس الدولة أن الابتلاء كلمة الله، إن شاء أصاب به وإن شاء رفعه وهو يرى. فينزل جبريل بالوحي ولا يطلب منه طلب لمعاناة الناس. فهم الدين، حديث البخاري يا دكتور محمد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الله يفتح عليه. فالهدف من الآية عدم إذاعة ما فيه أمن كمان. ما إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. زي ما بنقول في المثل البلدي، في لما بتتبلش شروق فولة. ايوه الهرتكة المستمرة والكلام والتشويش على الناس وخلط الحق بالباطل، وكل هذا منهي عنه. صحيح. يعني نفعنا الله بعلمك وبك مولانا الشيخ العالم الكبير الدكتور مبروك عطية، بشكرك جدا على مساهمتك معانا. شكرا يا فندم.